قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أنكر علو الله هل يكفر كفرًا يخرج عن الملة أم كفر دون كفر؟ إن كان مقلدًا فهذا ضال وكفر دون كفر، وأما إن كان ليس مقلدًا وإنما هو متعمد فهذا كافر لا شك في كفره، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. لكن المقلد والجاهل يعذر حتى يبين له الحق، فإن أصر بعد البيان يكفر. نعم. وغالب هؤلاء إنما هم مقلدون، توارثوا هذه العقيدة وتدارسوها وظنوها صحيحة. نعم.